السلام عليكم شباب بنات مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا هنتكلم عن اكتر مكمل استهلاكا في العالم كله وهو الواي بروتين. طبعا كلنا عارفين ان الواي بروتين مكمل غذائي طبيعي 100% مستخرج من الحليب البقري. الهدف من الواي بروتين يا جماعه ان هو بيعوض لنا النقص اللي احنا ما بناكلوش في الاكلات بتاعتنا واللي جسمنا بيحتاجه علشان نحافظ على العضلات ونكبرها في نفس الوقت. وفي شباب كتير جدا من هم مهتمين برياضه كمال الاجسام والفتنس، مطلوب منهم ان هم ياكلوا 7 و6 وجبات في اليوم، بس للاسف ما عندهمش وقت ووقتهم ضيق جدا بسبب الشغل او بسبب الدراسه او بسبب اي حاجه تانية بتشغلهم عن 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 الوجبات بتاعتهم. فدايما كلنا بنلجا للمكمل الغذائي. ومن ضمن حلقتنا برضو هنتكلم عن اكثر الاسئله الشائعه جدا بين المبتدئين والرياضيين بخصوص المكمل الغذائي الواي بروتين. السؤال الاول، امتى اخد الواي بروتين؟ نصيحة مني لكم كمتدرب، انت تقدر تاخد الواي بروتين في اي وقت، بس اهم حاجة يكون في اطار الدايت بتاعك. بمعنى تقدر تاخده الصبح، تقدر تاخده بعد التمارين، تقدر تاخده قبل النوم مباشرة. بس في حاجة مهمة جدا اغلبية اللاعبين ما تعرفهاش، وهي انك تاخد الواي بروتين اول ما تصحى من النوم باللبن وبعد التمرين وفترة يكون في المية، علشان العضلة بتبقى شبه الاسفنج فبتحتاج انها تعمل ريكفري في اسرع وقت والامتصاص يكون سريع جدا. اما بالنسبة اللي بعد النوم تقدر تاخده بالحليب او باللبن علشان الامتصاص جسمك للبروتين يكون بطيء جدا حتى ما تصحى من النوم وتاخد المكمل التاني. السؤال التاني، اخد كام سكوب؟ اجابه السؤال ده مرتبطه بالنظام الغذائي بتاعك. بمعنى انا اقدر اخد 3 سكوب، انت تقدر تاخد 4. انت بتشوف احتياج جسمك للبروتين قد ايه وهتاخد قد ايه من الاكل، واللي انت بتاخده من الاكل بتاعك هو اللي هيحدد انت تاخد كام سكوب. السؤال التالت، اقدر اخد الواي بروتين في ايام الراحه؟ طبعا انت تقدر تاخده في ايام الراحه، بس زي ما قلت لك ان هو بيعوض لك النقص اللي انت ما بتاكلوش في الاكلات بتاعتك واللي جسمك بيحتاجه عشان يحافظ على العضلات وفي نفس الوقت يكبرها. والواي بروتين زيه زي الفراخ اللحمه السمك، وما تقلقوش منه يا جماعه خالص، هو ملوش اضرار ولا بيعمل كرش زي ما الناس ما بتقول. واللي يقول لك ان الواي بروتين في اي مراحل بيعمل كرش او بيسود الوزن فتقول الناس حفصه مش فاهمه اي حاجه. وفي حاجه تانية مهمه جدا اغلبيه الناس ما تعرفهاش، او اغلبيه اللعيبه اللي بتلعب رياضه او اغلبيه المبتدئين ما يعرفوهاش، وهي انكم في يوم الراحة لازم تهتموا بجسمكم جدا، لأن الجسم في أيام الراحة بيحتاج تغذية أكتر من أيام التمرين. والتمرين يا جماعة تقدروا تاخدوا الواي بروتين في أي وقت في أيام الراحة. السؤال الرابع والأشهر دايما، عايز أخس أو أسود وزن؟ الواي بروتين يا جماعة ملوش علاقة بزيادة أو نقصان وزنك، وزي ما قلت لك إنه المتحكم الأساسي في الموضوع ده السعرات الحرارية اللي أنت بتدخلها جوه جسمك. السؤال الخامس واللي دايما بيتسأل، لو بطلت واي بروتين هخس أو هزيد؟ اجابه السؤال ده يا جماعه ان الواي بروتين ملوش علاقه بنقصان او زياده وزنك، والمتحكم الاساسي في الموضوع ده كله هو السعرات الحراريه اللي انت بتدخلها في جسمك. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا النهارده، وزي ما احنا متعودين اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت يعلق كومنت تحت وهجاوب عليه باقرب وقت باذن الله. او تقدروا تتواصلوا معايا على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب، فيسبوك، تويتر، انستجرام. ان شاء الله مش هتاخر عليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه علشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.